بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، نسير مع الشوط الخامس مخصص للأبكار المشتركات ال 1500 متر الهضامين، المسافة التي تختبر فيها هذه الفئة. أشواط مسائية مفعمة بالإبداع، مفعمة بالحضور. هنا ذمها حميد بن سعيود الدرعية، يا سلام ذمها، وفي ذمتي ذمها أنك كفو يا بن سعيود، أنت وكل المنافسين في هذا المساء. يا سلام يا سلام يا سلام على المنافسة الشريفة التي يتنافسون فيها أبناء الغبائل في برنس الميادين، يجمعهم موروث الآباء والأجداد. الله على الحضور. المركز الثاني عندنا هناك شخصية مهمة، حمدان بن سعيد بن خليفة. اشكرك اليوم أسامي مميزة هنا ترافقنا في برنس الميادين. المركز الثالث سمحة، أحمد بن راهد بن ناصر، ودربك سمحة يا أبو راشد. يا سلام. هنا نتابع متابعينا الكرام. سمحه حميد بن راشد بن ناصر الدرع، المركز الثاني النايفه هادف بن حميد بن سلطان الدرعي، نايف برقاروس الشرايف ما بنزل بالوطاه حيث الطويل النايف اللي في النظره حلاه. المركز الثالث تابع لي هناك شخصيه حمدان بن سعيد بن خليفه، ولكن سمحه ودربك سمحه يا ابو راشد. سلام سمحه سلام، حميد بن راشد بن ناصر الدرعي، سلام سلام. يا هذا الشعار دائما يتألق ويحضر هنا تحضير مميز، ودائما هنا يمثل برنس الميادين. سلام ابو راشد سلام. سمحة تنتزع الصدارة، احمد بن راشد بن ناصر الدرعي تقدم العرض المذهل والانفراد عن بقية المراكز. الناموس الناموس لابو راشد، هذا الانجاز. اما المركز الثاني متابعينا الكرام هي النايف هادف بن حميد من سلطان. المركز الثالث كانت فيها شخصية حمدان بن سعيد بن خليفة. التوقيت يا ابو راشد. الله 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 الله، ماذا يحدث هنا متابعينا الكرام مع التوقيت؟ نعم يتحطم التوقيت، يتحطم تحت اقدام هناك اللي هي سمحها. دقيقتين 12 ثانية و44 جزء من الثانية، طبعا بالأجزاء هناك تحطم التوقيت. أشكرك يا أبو راشد. سلام لجميع أبناء راشد بن ناصر الدرعية، جميع مهنيين بهذا الإنجاز والتوقيت أيضا المميز. تنحت من ذهب عند خط النهاية سمحة، فهي أدت أداء مميز، نشكر عليها. ناموس أبو راشد على هذا الإنجاز.